نتواجد هنا في استهداف إسرائيلي جديد ومجزرة إسرائيلية ترتكبها طائرات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف شقة سكنية. هذه الشقة لعائلة أحمد ارتقى فيها 7 شهداء وأصيب آخرون. الخدمات الطبية وطواقم الدفاع المدني تعمل على انتشال جثمان شهيد لا يزال عالق تحت هذا الركام بعد أن أطبق عليه من هذه الأسقف الصاروخ، دمر الشقة السكنية بصورة كاملة، تناثرت أشلاء الشهداء إلى مناطق بعيدة كما نشاهد هنا، وعدد آخر من هؤلاء الشهداء يحاول الرجال هنا انتشال على الأقل أشلائهم. هذه الأشلاء وهذا الجثمان الذي نشاهده حاليا هو واحد من الشهداء الذين قتلوا هنا في هذا المكان في هذه الصورة الصعبة والمؤلمة جدا، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها المجازر بدم بارد تستهدف هؤلاء دون أي وجه من أوجه الرحمة. هنا ارتقى شهداء ومن الأطفال والنساء، عائلة بأكملها تم قتلها في هذا الاستهداف المفاجئ والاستهداف الكبير. تدمرت من هذه العمارة السكنية شقتين سكنيتين بصورة كاملة، كل من فيهم تم ارتقائه وآخرين أصيبوا. يعطيكم العافية. والله يعني صراحة مش قادرين لا نحكي ولا نوصف هذه المشاهد اللي صارت بشكل يومي، يعني اللافت اليوم واللي يعني أحزننا بشكل كبير جدا، يعني كما أحزن على أبناء شعبنا الفلسطيني بأن هؤلاء الشهداء يعني لأحد زملاتنا من ضباط إسعاف ومسعفين، طبعا كان أيضا في المهمة عندما خرج معنا أخونا عبد القادر أحمد، هذا والده ووالدته وعدد من أفراد أسرته استشهدوا. طبعا كم تم وصوله هو تقريبا أول واحد لهذه هذا الاستهداف، وتفاجأ أنه الاستهداف في عائلته، والوضع يعني مأساوي، وضع سيء جدا، يعني تم ارتقاء عدد من الأطفال شهداء ومن النساء، وكما تشاهدون يعني غالبية الشهداء هم عبارة عن أشلاء. قوات الاحتلال لا زالت يعني ترتكب الإبادة الجمعية، ترتكب المجازر بحق أبناء شعبنا الفلسطيني دون رقيب أو حسيب من لا المجتمع الدولي ولا العالم بأسره. العالم الظالم يتفرج علينا ونحن نقطع أشلاء. قبل أيام كانت مجزرة التابعين وراح ضحيتها ما يقارب 100 شهيد، ولا زالت يعني بشكل يومي، يعني هي هذه المجزرة يعني هي عشان 100 شهيد، ولكن بشكل يومي يتم ارتقاء لا يقل عن 50-70 شهيد على مستوى قطاع غزة. أليس هذا بالمجازر والإبادة الجماعية؟ كما شاهدتم قبل يومين الأطفال اللي انولدوا لهم 3 أيام التوأم استشهدوا بعد 3 أيام من ولدتهم، استشهدوا هم ولد وأمهم أشلاء يعني مقطعين. فلا زالت يعني قوات الاحتلال ترتكب هذه المجازر. هذا المنزل أنا أعرفهم جيدا، يعني هذه العائلة هم يعني تجار لا يشكلون خطر على قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدنيين يعملون بتجارة حرة ليس لهم أي علاقة بأي مقاومة. قوات الاحتلال تتعمد باستهداف هذه المنازل، تتعمد باستهداف المدنيين لقتل عدد أكبر من أبناء شعبنا الفلسطيني، للتأثير على المجتمع بشكل عام، التأثير من صمود أبناء شعبنا الفلسطيني هنا في قطاع غزة اللي له صمود أسطوري. ليس هناك عالم أو شعب في العالم يتحمل ما يتحمل هنا في قطاع غزة. ما نراه في كل مهمة نرى أشلاء فقط لا غير، أشلاء أطفال، أشلاء نساء فقط لا غير. يعني أنا نفسي أطلع في مهمة أشوف بارودة، أشوف مقاوم، فيش نهائيا، يعني كل اللي بنشيلهم أطفال ونساء نهائيا، يعني عبارة عن قطع لحم، يعني نهائيا، يعني هذه يعني مشاهد مؤلمة يعني للأسف الشديد. يعني كما قال أبو حمزة عفانا أن كل الشهداء الذين يتم انتشالهم هم عبارة عن قطع لحم، صواريخ فتاكة تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين، ضد أجساد الأطفال في هذه الاستهدافات الخطيرة، والصواريخ الفتاكة التي لا تألو إسرائيل جهدا عن قتل الأهالي من خلالها دون أي وجه من أوجه الرحمة. لا يضعون أي اعتبار بأن يكون في هذا الاستهداف أطفال، نساء، شيوخ، مدنيين. الصاروخ يسقط ويرتقي فيه عدد كبير
من الشهداء، عظم الله اجركم. ايش اللي صار؟ عظم الله اجركم. شكرا الله. حدثنا ايش اللي صار؟ ما ابدا، احنا واقفين على باب البرج، انا ساكن في البرج، ساكن في الطابق اللي تحت منه البرج هذا. البرج ما فيه، كل اللي ساكنين فيه ناس مدنيين، ما فيش اي عسكري ولا في اي حاجه، كليته نساء واطفال. هي اللي استشهدوا، هي موجودين، طلعناهم من تحت الانقاض. طلعنا ابو مجاهد، يمكن زلمه كبير في السن وزوجته، وزلمه مره كبيره في السن، قاعد بيتغدى هو ومرته وزوجته واولاده اطفال، طلعناهم من تحت الانقاض. الاكل هي جنبهم محطوط، ما شفنا غير صاروخين نازلين على البرج. ليش السبب؟ مش عارفين. احنا واقفين على باب البرج وما شفنا غير الاحجار بنزل علينا، وربنا سلم بقيه البرج. في حوالي يمكن 7 أو 8 شهداء غير الاصابات. كل العالم في ظل هذه، حسبي الله ونعم الوكيل. العالم قاعد بيتفرج علينا، ما حدش مدور علينا ولا حد معترف في الجرائم اللي بيصير. هذا مذابح وجرائم مبادئ، فهم كيف؟ ايش الغرض من وراها؟ فهم كيف؟ بدهم يهجرونا، بدهم يطلعونا، بدهم يكرهونا في البلد. لكن هذا فشل حبة عين. احنا قاعدين ان شاء الله، فهم كيف، على قاعدين غصبا عن الجميع، فهم كيف، يعملوا بدهم اياه. فرطوش. الحمد لله. الله يصبركم يا رب. حتى هذه اللحظة تتواصل الانتشالات كما نشاهد هنا. لا يجد الأهالي أي مبرر لمثل هذه الاستهدافات، ولا يعرفون سببها يعني بصورة واضحة. هؤلاء يعني رجل مسن وزوجته وعدد من الأطفال والنساء يجلسون ليتناولوا طعام الغذاء. سقط هذا الصاروخ المرعب، الصاروخ الذي قد يكون محرم دوليا لأنه في ثوان معدودة يمزق أشلاء أجساد الشهداء ويحولها كما قلنا إلى قطع من اللحم وأشلاء مقطعة. نشاهد كيف هنا العمل في مساحة ضيقة من أجل أن ينتشلوا جثمان آخر شهيد من هذه المجزرة المروعة. هذا الشهيد الذي لا يزال جثمانه عالق تحت أكوام الركام. هؤلاء رجال الدفاع المدني لا يرغبون في أن يكدسوا مزيدا من أشلاء الشهداء وجثامين الشهداء تحت الأنقاض. هؤلاء الذين ارتقوا هنا نشاهد الجهود المضنية التي تبذل من الخدمات الطبية، من الدفاع المدني، من الأهالي، ليتم انتشال جثمان هذا الشهيد. يجزم الأهالي بأن هذه الاستهدافات الإسرائيلية هدفها الأول والأخير هي معاقبتهم لرفضهم الخروج من هنا، من شمال قطاع غزة. هي معاقبة لصمودهم الأسطوري الذي سطروه خلال 10 أشهر ارتقى فيها أكثر من 40,000 شهيدا وأصيب قرابة 100,000. محمد شاهين، الجزيرة مباشر.